أخوتي المشاهدين، تحية طيبة لكم. اليوم في متابعة جديدة من داخل مدينة صبراتة، وبالتحديد من داخل محل الوكيل لملابس الشبابية والرجالية، لنتعرف على آخر الأسعار. وخلكم معنا. أخوتي المشاهدين، في جولتنا اليوم من داخل محلات الوكيل كان لنا لقاء مع السيد بهاء. سيد بهاء، مرحبتين بك. مرحبتين بك سيد بهاء. طبعا في جولتنا اليوم نحب نتعرفوا على آخر الأسعار الموجودة عندك، يعني هل في ارتفاع في الأسعار أو في انخفاض، أو أن هي نفس الأسعار موجودة قاعدة عندك؟ يعني الفترة الأخيرة كلها تخفيضات، وإن شاء الله الأسعار متناول الجميع. أعطينا بعض العينات طبعا زي اللي موجودة أمامنا، أعطينا بعض الأسعار. الموديل هذا كان 450، تو ب 350. في موديل هذا عرسان 495، تو 300 دينار. في الطقم هذا 395، تو 295. في الطقم هذا تو عرسان 485، تو 350 دينار. الطقم هذا 525، تو 300 دينار. في عندنا موديل الأطفال، هذا موديل حديث، موديل السنة هذه إن شاء الله، أسعار إن شاء الله في متناول الجميع. أعطينا بعض الأسعار منها معليش. يعني في الطقم هذا 285، وفي الطقم هذا 265، في الطقم هذا 265 دينار. في عندنا الطقم هذا كان سعره 85، تو 25 دينار. جميع الالوان وجميع المقاسات ان شاء الله. طبعا هذه اطقم رجاليه. اطقم رجاليه ان شاء الله. الصنع نتاعها من وين هذه؟ تركيه ان شاء الله. تركيه. طول البضاعه الموجوده عندك كلها تركيه ام متعدده التصنيع يعني؟ ان شاء الله تركيه كلها باذن الله. سيد بهاء، طبعا بالنسبه للمعامله مع الزبون، يعني تتعاملوا بالشيك المصدق او بالبطاقه او بالنقدي فقط؟ يعني النقدي فقط. تعاملتوش في مفات طبعا بالشيكات المصدقة؟ لا لا، فترة مؤقتة بس. أخوتي المشاهدين، في ختام هذه المتابعة التي كانت من داخل محلات الوكيل لملابس الشبابية والرجالية، كنت معكم أنا عبد العاطي ميلاد، قناة تبادل، مدينة صبراتة.